السيد الوزير بالتزامن مع هذا أن الجزائر تسخر اليوم بثروة منجمية هائلة على طول كل الولايات تقريبا الجزائرية، بداية من تبسة إلى سوق هراس، سكيكدا، عنابة إلى مغنية اليوم. لكن هناك اليوم السؤال، هل سيتم مراجعة قانون الاستثمار ليكون يترافق ربما مع فتح المجال للاستثمار في مجال المنجم؟ أكيد، وكذلك الثروات المنجمية الكبيرة الموجودة من الشمال إلى جنوبنا الكبير. يعني من بين النقاط لإنجاح النهوض بالمجال المنجمي الجزائري هو إعادة النظر في قانون المناجم، لأن لازم نرجع قانون المناجم أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر جاذبية لكل العمليات اللي يقوموا بها من خلال المرافقة لغاية إنجاح المشاريع. لازم نغير مفاهيم كل المؤسسات الموجودة في عبر التراب الوطني في المجال المنجمي، أننا نرافق المؤسسات الجزائرية يعني من قطاع عام وخاص لإنجاح المشاريع، وهذا ما نصب إليه من خلال القانون الجديد اللي هو مسودة الآن جاهز، وإن شاء الله راح نطرحه في الأسابيع القادمة للمجلس الحكومة وكذلك مجلس الوزراء والبرلمان بغرفته إن شاء الله.